شنو هي المسخوط هذا؟ باي باي. واش هذا حمق ولا شنو؟ السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم اخوكم ابراهيم من قناة التعريف. كلنا نسمع بالقطارات فلديه قوة ضخمة ولا يمكن اي احد ان يذهب الى السكة الحديدية. ان شاء الله في هذا الفيديو سنشاهد تحديات كبرى وكذلك فيديو عن لحظات خطيرة مع القطار. ابقوا معنا ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع اصدقائكم وكذلك الاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لتتوصلوا بفيديوهاتنا باستمرار ان شاء الله. والان اترككم مع الفيديو. السلام عليكم، مرحبا بكم. هذا الفيديو سيكون بردة الفعل بالدارجة المغربية لكي يكون الفيديو أجمل إن شاء الله. مرحبا بكم يا إخوان. هذا الفيديو غنشوف فيه أربعة فيديوهات. الأول هو تحدي فيه قطع نقدية، غنشوف تحدي قطع نقدية ضد القطار، وغادي نشوفوا كذلك إن شاء الله غنشوفوا دجاجة ضد القطار، وغنشوفوا آيفون إكس ضد القطار، وغنشوفوا لحظات أخرى من هذا الفيديو. المهم غندوزوا لهذا الفيديو إن شاء الله. هذا الفيديو ها هو، غنشوفوا هاد الفيديو الاول بلاتي نشوفوا هذا احسن ان شاء الله. المهم انا ما تفرجتش، شفت غير شي لقطات قلال من هذا الفيديو. غنشوفوا الفيديو الاول ديال القطع النقديه. المهم دخلنا هذا شنو كيدير. هذا بحال بغى يلصق جوج قطع نقديه، هانتوما كتشوفوا يلصق جوج. المهم هذه فيها جوج. المهم ندوزو شي حاجه وغيشد عاوتاني الثانيه. غيحط جوج قطع نقديه، جوج من اللصقين ووحده بوحده. اها المهم دار شويه ديال الكولا على السكه ديال الحديد، من بعد لصقها. المهم لصق هاد الجوج بجوجهم على السكه ديال الحديد. احنا ندوزو شويه على الفيديو حيت الفيديو كيبان لي غير كيساين تيدوز تيمر الحدث. احنا ندوزو هاد الترين فينا وكيدوز. المهم الترين هاو فينا هو داز على داك الجوج قطعات. كنظن واقيلا يقدر يكونوا تقسموا على جوج، ربما اولي تكونوا تبريصاو بزاف. اها المهم هاهما جوج كاينين بحال تبريصاو ضغطوا بزاف ولا رقاق. وراح الترين هذا، المهم هذا راح يتغير. شوف دابا الترين مع القطعة النقدية شنو دار ليها. العساك زعما ايفون اكس ولا الدجاجه. المهم ندوزو الايفون اكس تشوفوا بعدا ايفون شنو يدير له. واش نتوما في نظركم هتشوفوا في النظر ديكم يا اخوان، هل تظنون ان ايفون اكس هو اصلب من القطع النقديه؟ اجيبونا في التعليقات قبل ان نكمل الفيديو. المهم الاخوان ندوزو على بركه الله نشوفوا هذا ايفون اكس. ندوزو شويه كيبان لي هذا الفيديو يعني غير كيبين ايفون اكس. المهم عرفنا راه ايفون اكس عارفين هو، تبارك الله راه ساوي تقريبا شي مليون يعني شي 1000 دولار انا ما اظن. ايفون اكس هو فينا هو. المهم باينة واقيلا يتهرس، ما نظن زعما ايفون اكس يكون راه الترين هذا. المهم ما بينوش الترين كان دايز حيت واقيلا بقى 90 ترام بزاف وداكشي. المهم ها هو بقى شوش كي ولا بحال بقى غير داك بحال لصق على الترين. ما عرفتش واش كاين شي قطاع فيه ولا لا، ما نظنش واقيلا، ما نظن واقيلا راه يكون باقي حط ريف صغيرة. ولكن بصراحة زعما غيهرس ايفون اكس باش يدير به شي تجربة، على بالي حيت خونا كاع مبين زعما كاع مبين لينا ورنانا الفيديو مين كان التران دايز بالضبط، وخا زعما التران كيتعطل باش يدوز. ولكن بصراحة صعيب انك تهرس ايفون ساوي مليون. نشوفوا الفيديو الثالث. المهم هاد الفيديو دايرين ديال الدجاجة، ولكن كيبان لي هنا داير الكاسيط. احنا نشوفوا هاد الكاسيط اش كيولي. نشوف هاد الكاسيط كي غيولي. حنا شنا داك القطع النقديه كيولات يعني تبريصات، والايفون تتت. وقيل هاد الفيديو كيبدا بالكاسيط. المهم لصقهم بالكولا هانتوما كتشوفوا. يمكن نبدا بالكاسيط ومن بعد غيبين الدجاجه بما تسمى الدجاجه باللغه العربيه. المهم ها فينا هو، ندوز واحد شويه نشوفو توصل الترين. شتي كيتتت اصلا الكاسيط. راه الكاسيط هذا راه شكي ولات شتتها. المهم ندوزو نشوفو الدجاجة. ها الدجاجة فينا هي، عندهم دجاجة يعني منقية محايدين لها الجلدة منقية مريقلة. هو نقولو تقريبا التجربة ديال الدجاج يعني بحال الإنسان، وخا هو العظام ديال الإنسان هو صلب من الدجاج، ولكن كتجربة
نقدروا نقولوا زعما الانسان شنو يقدر يطرا له الله يستر الا مشى تتلح في السكه. المهم هاد الدجاجه كيربطوها باش ما تهربش. احنا نشوفوا شنو يطرا هاد الدجاجه هذه مسكينه. ندوز واحد شويه باش الفيديو ما يكونش لاتي. ها هي هنا بديك السرعه ديال التران. شوف ما بقاش باينه كاع الدجاجه، ما عارفين فين طارت. شوف السكه ديال التران الاخوان كي كتخبط، هل تلاحظون يعني كيف تتزحزح من مكانها؟ لا عساك الدجاجه كتبان بحال شي طرف هنا هرب وطرف لهيه، والدمايه تبقات على السكه. واخا الدجاجه يعني كان يمكن غير ديال هذاك، يمكن غير الماء ديال 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 اللحم ولا. شوفوا الدجاجه كي ولات، واش الترينات لعب معاه صخير. شوف هنا بقى غير طريفه صغار، كتشوفوا غير طريفه صغار بقاو كيبانوا. واش زعما تشتات كامله؟ كنظن واقيلا يكون باقي شي طروفه هكا شويه. هذا فخض، بقى واحد الطرف ديال الفخض هذا حيت تقسم واقيلا مشى من الجهه الاخرى. هذيك القوه ديال الضربه تكون اللحم طابس. المهم هذا الفيديو هو تسالى، نشوفوا الفيديو ديال اللحظات خطيره. المهم شي نشوفوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله. قال لك راها اخطر لحظات خطوره مع القطارات والنجاة منها باعجوبه، يعني الاشخاص هذو يعني بحال ما نقولوا حنا نجاوب واحد اعجوبه كبيره باش نجاوب. اما السيد مع شنو كيبان كيدير هنايا، بحال عنده بيكالا هازه وفينا هو لح بيكالا مسخوط ترانا هو جاي. شو حدينا هما جايين كيجريو هما ما كيبانوش بزاف. اوف مسخوط كان يمشي في هذا السيد هذا، هذا بغى يموت هذا تخينا. شوف محمق ولا شنو؟ ما شي وحدين جاو نقدوه، باينه وقيله هذيك الرجال المطافي وداك هما اللي نقدوه وقيله. مسطي هذا خونا مسطي والله يستر، شحال من واحد مسكين راه كيبغي ينتحر. هذا عاوتاني شوف ما لقى فوقاش يدوز، ساكن ديز التران. ويني مسخوط هذا زقلو بعدا، هذا زقلو. ولكن كنظن واقيلا الترانات هادو اللي دايزين معنا ماشي الترانات ديال الضو، حيت كون كان الضو كنشدهم فهمتي. شوف هذا عاوتاني، هادو الترانات غير كيخدمو داك الفحم الحجري ولا اكثرية. ما مكاينش هنايا بحال هذا، ما فيهش الكابليات ديال الضو. شيهم شنو ديال المسخوط هذا؟ باي باي. واش هذا حمق ولا شنو؟ باقي عايش. المهم حيت واقيلا كنظن حيت الترينات هادو ما فيهمش الضو، ما شدهمش لاماس، يعني بحال ما تقول شي حاجه دايزه عليك ولكن ما فيهاش الضو. داكشي واقيلا علاش بقى عايش، اما كون كان الترينات ديال الضو راه ما يبقاش. اخوان المرجو عدم تجربه هذا، فكما شاهدتم هذا الشخص يعني القطار الذي كان يمر فهما قطارات تشتغل على ما اظن بفحم الحجري. بالنسبه للسكك الحديديه لا تكون بهم اي شحنه كهربائيه. لو كان القطار الذي يشتغل بالكهرباء لقام بامتصاصه. شنو هادشي؟ واش هادي لعبه ولا شنو؟ واش هذا تران داز من هنا ضرب الدوره ومشى؟ شنو هادشي؟ ما فهم والو انا. شوف الاخوان شوف ها هو التران جاي، واش داروا له طريق هنا؟ علاش ما داشنيش يعني؟ كيبان بحال شي لعبه ولكن هو راه تران كيبان لي فري انا حقيقي. شوف انا بعدا ما فهمتش والو ما هادشي بصراحه. بينو شي ناس كيصايبو شي سكه وكذا، ما عرف شنو كيفاش. شو هادو عندهم الطريق؟ هادو عندهم التران دايز وسط الديور هادكشي، يعني شغل عادي. ولكن كما كتشوفوا يعني كتشوفوا الترانات ما فيهمش الضو، يعني كاملين خدامين يعني بالفحم الحجري. وكانوا الترانات ديال الضو راه خطار، حيت ديك القوة ديال الكهرباء راه تمصم عندهم ما يقدوش هذا جالس كيشوف من سواق واش كاين تران. شو هذا غادي وصك حلوف. انا قاعد حيد من تما مسخوط. اوا تران غادي وتران جاي لصقوه. حصلتي يا وليدي حصلتي يلا هرب. هادشي ها هو دابا تزير. في الاول كان غادي كيتمشى عادي، من بعد مين شدو جوج ترانات حصل. انتما
شو هاد الترانات ديال الفحم الحجري؟ السيد جالس مسكين كيصور. خلعوا هاد اللقطه فايت الشا. كاينين اخوان بعد البلايص وقيلة على ما اظن في الهند وشي بلايص عندهم اسواق. المهم كاين شي اسواق في الهند، هاد الاسواق داخل السوق كاين ترين دايز، يعني في الوقيته اللي كيكون ترين دايز كتشوف كلشي كيخمل السلعه، كتبان الدنيا خاويه، يعني كلشي ما كتبقى يبان لك والو. المهم كاين شي بلايص خاطر، ولكن كنشوف الترانات هادو اغلبيه ديالهم كيخدموا غير بالفحم الحجري ماشي بالضو. المهم قد وصلنا ايش اخوان الى نهايه هذا الفيديو، اتمنى ان يكون قد نال اعجابكم، فقد اردنا تسجيل رده الفعل بالدارجه حتى تكون يعني رده الفعل اجمل وافضل، لان باللغه العربيه تكون في بعض الاحيان ليست رد الفعل من القلب، لانك يصعب عليك ان تخرج مشاعرك باللهجه وباللغه التي لا تتداولها بشكل يومي. المهم اتمنى ان ينال اعجابكم، لا تنسوا دعمي بالاعجاب بالفيديو وكذلك الاشتراك في القناه، ولا تنسوا ايضا مشاركه الفيديو مع اصدقائكم، ولا تنسوا بعد الاشتراك في القناه تفعيل جرس التنبيهات لكي تتوصلون بجديد فيديوهاتنا باستمرار، واراكم ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.